غنقيم نقول بانه اللعبه ديالو داروا ان طري كرون ماتش طبقوا داكشي اللي خاصو يطبق اون ميتريزي لو ماتش لانه راسنا في الكوب دي مون سي با لا بوزيسيون هي اللي كتربح اللي كيكونكريتيزي واللي كيتحدي الفرص تحتنينا فرص باش قتلوا الماتش ما قتلناهمش ولكن كنظن بانه التحكيم اليوم غير مسري في الكره القدم المغربيه الا اليوم حنا دومي فيناليست لا كوب دي مون خاصنا نواكبوا الحداث وباش نواكبوا الحداث اون كوميرسياليز حنا لو شامبيون ديالنا خاصنا كوميرسياليزيو كوم يل فو خاصها تبان بان حنا دومي فيناليست ديال لا كوب دي مون حقاش اليوم لا تفرسي واحد فهاد الماتش ما يقولش حنا ما يقولش دومي فيناليست ديال لا كوب دي مون خاصنا نرازعوا شويه الاوراق ديالنا ونبداو نعطيو راه قلت لكم كنلعبت مع الجيش 100 مره الجيش نقدر مره واحده ندير تعادل يربحوني 99 وهذاك النهار نهار كنت انا في الماتش ديالي عطيني حقي لا ما تبتش لي تحكي ما قادرش يفيه البطاقه كهضر لا اليوم انا ما دخلني في هادشي ديال النسوي انا كنهضر على التحكيم اليوم كان نسوي كان رجولي انا كنهضر لا طاقم التحكيم اليوم ما كانش في المستوى تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس نظرة جديدة للصحافة الرياضية.